يستعد المنتخب الجزائري لكرة القدم لمواجهة منافسه النيجر غدا الجمعة برسم الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، وعينه على تسجيل فوز يعزز به صدارته للمجموعة الأولى قبل التنقل إلى نيام للعب لقاء الجولة الرابعة يوم 12 من نفس الشهر، كما يهدف رفاق القائد رياض محرز إلى استعادة سكة الانتصارات بعدما سقطوا في فخ التعادل أمام منتخب بوركينا فاسو 1-1 في اللقاء الذي جمعهما بملعب مراكش في المغرب الشهر المنقضي. ويبحث المنتخب الوطني في لقائه ضد غزلان المهري إلى الانفراد بصدارة المجموعة، بالإضافة إلى محاولة الحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية ببلوغ المباراة رقم 30 دون هزيمة لتعزيز رقمه القياسي الأفريقي، ولما لا السير على خطى المنتخب الإيطالي الذي وصل إلى مباراته رقم 36 دون أن يتذوق طعم الخسارة بعد تعادله أمس الأول أمام المنتخب السويسري دون أهداف في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال. ويسعى الخضر لحصد 6 نقاط من المواجهتين أمام النيجر بهدف دعم حظوظهم في احتلال المركز الأول في مجموعتهم، ما سيسمح لهم بمواجهة متصدر إحدى المجموعات 9 الأخرى لحساب الدور الفاصل والحاسم من تصفيات المونديال. ويأمل المنتخب الوطني في التواجد ضمن قائمة أفضل 5 منتخبات إفريقية في التصنيف الشهري للمنتخبات، وهو ما سيسمح له بلعب مباراة العودة على ملعبه في الدور الأخير والحاسم من التصفيات المونديالية. وليكن تشكيلة المنتخب الوطني الجزائري المتوقعة أمام النيجر: مبولحي عطال، ماندي، توبة، فارس، زروقي، بن ناصر، بن رحمة، بليلي، محرز، بنجاح.